لذلك احنا باللجنة المالية قدمنا ورقة ثبتنا بها هذه النقاط كلها، انه انت اذا تريد تعدل سعر الصرف، لان تقول بعد ما اقدر اقترض وما عندي رواتب، زين ما عندي رواتب وماكو اقتراض بعد، فلازم تعدل سعر الصرف، لازم تتخذ هاي الاجراءات. شوف هذا سعر الصرف اللي صار راح يضيف لنا للموازنة 10 تريليون، زين صح؟ زين 10 تريليون على الموازنة، زين هاي العشرة تريليون لو نصرف 5 تريليون منها حتى الآثار الجانبية على الفقرة نعالجها، هم راح تبقى الدولة ربحانة 5 تريليون هو رواتب شهر. بس انت اخذت كانما اخذت منه وانطيت منه، او انطيت منه واخذت منه. مو هي المشكله. لا استاذ حسام، المشكله قيمه المنطيه راح تنخفض، القدره الشرائيه راح تنخفض بكل الاحوال. المنطيه ما يخالف، بس المنطيه اعطي للطبقه، اعطي للفقير اخي هنا لازم. ما يخالفون، بس خلينا نناقش. ما يخالف، اكو 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 حاله من عدم التوازن الطبقي بالعراق. زين زين زين، انا اريد اسالك، اريد انا لازم ادعم اصعد مستوى اللي خلي نسميه الطبقه الهشه اللي مدخولها قليل، اصعده واقلل من المدخولها كثير. زين احساني سؤالي اللي هو محل جدال واسع، الطبقه الفقيره الكادحه المتاثره او المتاثرين بكل متغير اقتصادي، صحيح ماكو اي تامين الوضع حول، اكو اي هذا الخطأ استراتيجي. هذا لك طيب انا ليش داحشرك؟ ممتاز ممتاز. احنا بالعراق عندنا الدافع الاساسي لحركه الجماهير هم الطبقه الفقيره، نسبه الفقر عاليه بموجب الحكومه 35% بموجب الاحصاءات الاخيره. اليوم سوت الحكومه هذا الشيء، ارتفعت الاسعار، دخلنا بمضاربه سعريه يمكن ما تنتهي منها الاشهر المقبله، مقبلين على ازمه، وهاي الازمه شنو شكلها؟ إذا هو إحنا